جليل بخرى عزيزتي المتابعه، كنقدم عليك اليوم من قناه تركواز اكادير جليلبه ديال الرندا التوب ديال كريب دو توا، مشتغله بالرندا بالعقيق وبالطرز، هادو التويدات لي بغيت، مشتغله بهذا الشكل هذا على طول الهبطه حتى لتحت، في واحد الاستحراق قدام ها هي فيها الضريس هذا زوين بالتناوب ما بين البيكو وما بين هاد العوينات هادو باللوينات. بالنسبه لافينيسيون ديال القبو الكمام استعملت المعلمه ما شاء الله عليها هذا الضريس هذا، شوفوا رائع جدا هذا الضريس، و زوق بجوج الالوان، فيه هذا الغرزه ديال البيبو فيه هذا الطريزه، جا واحد الشكيل فنيون، لا بالنسبه للقب لا بالنسبه للكميمات، ها هما كيتايجيو رائعين ما شاء الله. هانتوما بشكل مكبر نوري لكم جليبه، جليبه ماشي جديده، جليبه قديمه ولكن تبارك الله غزاله غزاله ما شاء الله، تبارك الله على المعلمات. الاخوات اللي بغات تعلم الرندا في اكادير من داخل الورشه ديالي مرحبا بها، المعلمه ديالي رهن الاشاره مشكوره، واللي بغات تنزه ها هي مرحبا بها، الوان بارده صيفيه ربيعيه، الملاقية بالرندا، الملاقية ديال وقيلة واحد، هادي الملاقية ديال واحد، ممكن فين يبيع الجلابة كلها في الجناب، في هكا التركيز، الاكتفات ماشي اكتفات. عزيزتي المتابعة شكرا لك على متابعة هاد الفيديو، كنتمنى نلقاك في فيديوهات جديدة استعراضية وتعليمية من الكروشيه، إلى اللقاء، السلام عليكم.